But now it's time to look to the future. الآن حان الوقت لنظر في المستقبل، ويعني إيجاد حلول لنقص إمدادات الطاقة التي تعرفها السوق، ويجب تعويض الغاز وبناء شركات وتأمينها. وبما أننا في الجزائر وجدنا الاثنين، وإنها ستكون علاقة شراكة ثنائية، لقد خسرنا شريكا كان مسؤولا عن إمدادنا ب 155 متر مكعب من الغاز، وهذه فرصة لا تعوض لحليف كالجزائر. أنا هنا اليوم لتشجيعكم على الاستمرار في هذه الشراكة، وأضمن لكم دفع ثمن الاستثمارات، وأوروبا جاهزة لشراء الغاز من الجزائر. Europe is ready to buy gas from Algeria for foreseeable future.